بلبس خليجي ورأس خليجي ويجز في عهد الزهور. نشر ويجز فيديو على حسابه على انستجرام وهو لابس لبس خليجي وبيرقص رقص خليجي هو مجموعة من الأصدقاء، وكان واضح في الفيديو إن هو مبسوط جدا وهو بيرقص خليجي زي ما واضح قدام حضراتكم كده. وطبعا تفاعل معاه عدد كبير من محبين ويجز على الفيديو ده، وناس كتير بتطلبوا إن هو يعمل أغاني جديدة وتكون كويسة زي الأغاني بتاعته القديمة. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.